يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده من عاد موضوع خلاف الفنان اللبناني راغب علامي والفنان الإماراتي أحلام، وتحديدا عن لقاح فيروس كورونا ليتداول بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتفاصيل، نشر الفنان راغب علامي عبر صفحته الخاصة على تويتر صورة ظهر فيها هو عم يتلقى اللقاح ضد الفيروس بالإمارات، وتوجه بتعليقه بالشكر لدولة الإمارات على اهتمامه بصحة الإنسان كأولوية، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة. فبالوقت يلي تمنى فيه البعض منهم الصحة لراغب علامة، انتقدوا البعض التاني واستذكروا خلافه مع الفنانة أحلام بخصوص موضوع اللقاح، بعد ما كان أثار الجدل هو بتصريحات سابقة انتقد فيها أخذ أحلام للقاح، ورأيه يلي كان أعلنه من قبل عن عدم ثقته وإيمانه فيه ليرجع ويغير رأيه بوقت لاحق. هدية ولازم تكون هدية مهمة لأنه وكان من التعليقات مش من فترة تمسخرت على أحلام وقلت إنه اللقاح كله كذب؟ تتمسخر على أحلام قبل بخصوص اللقاح وهلأ بتاخده ببلده؟ بالصحة إن شاء الله، بس حضرتك كنت مشكك باللقاح وما بدك تاخده، شو غير رأيك؟ تمسخرت على أحلام وهلأ عم تاخد اللقاح ببلده، سبحان مبدل الأحوال. نذكر أنه راغب علامي كان يتحدث مؤخراً عن خلافه مع أحلام خلال حلوله ضيف على برنامج يوم ليك يلي بتقدمه الإعلامية المصرية سمر يسري، وقال أنه أحلام شريكة مزعجة، ونفى أنه تكون المناوشات يلي كانت تصير بينهم ببرنامج أرب آيدل أو ذا فويس هي تمثيل. صديقة ممتازة لكن شريك مزعج، يعني بأرب آيدل كانت شريكتي. وأضاف أنه هو كان أوقات عن قصد يستفزها لأن بحبها، ووصفها بأن قلبها طيب ودمها خفيف. أما عن موضوع انتقاده لإلى وقت أخذت اللقاح، قال ما كنا سامعين بالموضوع بالعالم العربي، وكانت اللقاحات بعد تحت الدراسة مع الرهبة والخوف الموجود لمستحيل أي حدا ياخده بوقتها. وأضاف أحلام لو أخذت اللقاح وقتها كنت لقيت على الستوري تبعها 5000 صورة، لأن من النوع اللي بتشارك كل شيء بيتعلق فيها عبر السوشيال ميديا. وكان بلش الخلاف بين أحلام وراغب علامة بعد ما سخر الأخير من خبر تلقي أحلام للقاح بمقابلة أجريها معه علي ياسين عبر قناة الجديد، وقال وقت راغب ما طلع اللقاح، سمعت أنه عم يشتغلوا عليه. أحلام مهضومة، هي دم خفيف، مع كل المشاكل اللي كانت بيناتنا بالماضي هي مهضومة، بس ما بظن طلع اللقاح بعد. مش على علمي طلع اللقاح، أنا مش على علمي، يمكن تكون معلوماتي متأخرة، بس ما بظن طلع بعد.